ايه بقى ستي؟ بتقول لك ايه بقى؟ ايوه الستات عندهم هوس ان هم يشتروا ويدفعوا فلوس اكتر من الرجاله، هوس بكده. وادي الدراسه قدامك اهي. شايف قاعده على الكنبه مرتاحه ازاي؟ بص كل حاجه شنط الشوبينج ده حسني اهو. شايف الشياكه؟ بص حبيبك اهو. اه طبعا على راسي حسني مخرجنا الغالي. بس انت شايف شنط الشوبينج كانت محطوطه ازاي للبنت كده؟ فخر شعور رائع. فخر ايه المشكله لما تعمل بتاع الشوبينج ده؟ ما حصلش حاجه طبيعيه جدا انه الست تنزل وتشتري الست احتياجاتها اكتر من الراجل. يعني تخرب بيته عشان تبقى لا سعيده؟ لا ما تخربش بيته ومبسوطه. هو مش سايب رئاسه البيت، ده مملكه المراه صح؟ ماشي ما تختلفناش. هي اللي مسؤوله كمان عن كل حاجه جواه. ايوه ماشي. وما يخلص مش تقول له هات؟ هي اللي بتجيب للولاد وبتجيب للبيت ولنفسها. ماشي. فلو حسبتها هتلاقي ان صرف الست اكتر من صرف الراجل بكتير. ماشي. بس خلصتها لك بقى. حلتها لك اهو. انت كده فاهمه الموضوع مقلوب. لا هو ده الواقع. اسال اي حد هيقول لك ايه؟ الدراسه بتقول ان الستات بيحبوا يشتروا خلاص من غير هدف. لا ايه ده مين اللي المهم يفرتكوا الفلوس اللي معاهم. بذمتك إيه انت مش كده؟ ليه؟ بنلاقيها في الشارع احنا قاعدين؟ بيدعوا لنا كده في العيد؟ معاكي كام دلوقتي؟ خالص والله جيوبي فاضيه. لو بيطلعوا جيوبي صرفتيه طبعا. ها جيوبي فاضيه. صرفت المرتب كل شهر كله. حصل. طيب اهو ادي انت عينه اهو. والله مسؤوليات. انا ما بصرفش في حاجات تافهه. انا مش الشخصيه دي. شوف انت بتهزري ولا ايه؟ لا بكلمك بجد والله. انا ما جبتيش ميك اب وبتاع وحاجات قلت لك انا ديت وما اعرفش دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. لو حاجة هتفيد ما بتخشيش تلف كده من أجل بس تبص كده وما تخش خلاص بتندمجي. والله لما بتمشى عارف ريحة البضاعة بس وانت ماشي في الشوبينج. شايفة اهو أدمنتي؟ لا مش إدمان بس هو شعور إن أنت ماشي في المول مثلا كده. حلو. خروجة لوحدها. تاخد الجوز بتاعك الموز باللبن اللي أنت بتحبه ده وساعة كده وتمشي تتفرج. مش لازم تشتري والله. بس هو مش لازم. ما بيجيش ايدك اوتوماتيك تروح حاطه في الباسكت. لا كل واحد مقدرته بقى. انا لو اقدر اشيل المول كله الراجل يدفع. ما اقدرش اشيل المول كله. ما اقدرش يعني. انا لو اقدر هعمل والله. صح.